يلا يا طقي. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فما أن عرضت حالة خديجة ورعايتها وكفالتها لأيتام من ذوي الاحتياجات الخاصة عبر قناة التغيير، حتى تسابق أهل الخير لإعانتهم ليصل إلى سامراء ثلة من أبناء بغداد ويقدموا المعونة، والذين دعوا بدورهم المسؤولين وميسوري الحال إلى النظر بعين الرحمة لهؤلاء وأمثالهم. شاهدنا الحالات اللي عرضتوها، فحبينا احنا مجموعة من الشباب من بغداد حبينا نساهم ونساعد هذا الدار اللي من خلال قناتكم شاهدناه. فجينا اليوم السامرة، بصراحة شفنا الوضع مأساوي، الوضع يحتاج التدخل الحكومي، يحتاج الأكثر من جهة. قدرنا أنه نجهز من بعض الأمور، يعني هذا الشيء قليل، بس هم يحتاجون إلى رعاية خاصة من قبل الحكومة، إلى راتب، إلى هواي احتياجات تقدمها الدولة لهم. ولأن من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، فإن الشكر والامتنان مما قدمه هؤلاء الشباب الذين أدخلوا الفرحة على قلوب اليتامى. هذا الشكر جاء على لسان خديجة بالنيابة عنهم، لتبقى خديجة بهمها وأمنيتها الوحيدة بأن تجد من يبني سكنا بسيطا لهم. أشكر قناة التغيير وبارك الله بهم، ومن ناشدوا من طلعون عمال التغيير وجو جماعة من أهل بغداد تبرعوا وخير من الله والحمد لله، وبارك الله بهم وجازهم ألف خير إن شاء الله. أريد لهم شيء سكن لهم دائما مدى الحياة، أريدهم لهم. يشوفنا رئيس الوزراء، أي واحد من الوزراء يشوف يبنى لهم سكن لهم للدار الاحتياجات الخاصة. يلا من عرضت حالة هؤلاء الأيتام وكافلتهم خديجة، حتى تسارع أهل الخير لتقديم المساعدة، ومنهم هؤلاء الذين جاءوا من بغداد إلى سامراء مقدمين العون لهم. من صلاح الدين، فراس الحسن، التغيير.